بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي أحبائي مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لو تأملنا قليلا وانتقلنا بأذهاننا إلى أيام كربلاء، إلى سنة 61 للهجرة، حينما أرخى الليل سدوله، كيف كان حال عائلة الإمام الحسين وهي تنقل من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام؟ كيف كانوا يسيرون ليلا؟ كيف كان حالهم وهم بيد أعدائهم الذين لا رحمة في قلوبهم؟ ما المعاناة التي كانوا يعانوها في طريق لم يسلكوه أبدا طيلة حياتهم؟ كيف كان حال عقيلة الطالبيين زينب الكبرى صلوات الله وسلامه عليها وهي ترى الأطفال يلوجون كثيرا، اللوعة التي في قلوبهم كيف كانت تسكتهم؟ كل هذه التساؤلات ينبغي أن تكون في ذهن السائر إلى أبي عبد الله الحسين وهو يعيش تلك المعاناة، سواء كان من النساء أو من الأطفال أو من الرجال الذين يسيرون على هذا الطريق. هذا التساؤل ينبغي أن يكون في أذهانهم، ونحن وإياكم سادة المشاهدين الكرام سنكون في رسالة من رسائل الأربعين في زيارة الإمام الحسين على طريق يا حسين من النجف إلى مدينة كربلاء المقدسة. كونوا معنا سادة المشاهدين الكرام، وهذه الرسالة. سادة المشاهدين الكرام، من يستطلع شخصيات كربلاء التي خاضت المعركة مع الإمام الحسين كان فيها الكثير من الشخصيات العشائرية، وكان الإمام الحسين يخاطبهم بهذا العنوان أنهم شيوخ لعشائرهم في تلك المدة أو الفترة التي خاض فيها الإمام الحسين معركة الطوف. ولا زال هذا الأمر مستمرا إلى يومنا الحالي، حيث نجد أن شيوخ العشائر ووجهائها يحضرون في مواكب الخدمة الحسينية، سواء كانوا وهم يسيرون في مسيرهم إلى أبي عبد الله الحسين أو للإشراف على المواكب التي تقيمها العشائر على طريق يا حسين. مع أحد شيوخ العشائر البارزين عشيرة آل إبراهيم الشيخ فريد الإبراهيمي. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجوركم. عظم الله لنا ولكم الأجر. أنت الآن تحضر في موكب من مواكب عشيرتك الموجودة على طريق يا حسين، بدي أن أسمع منك حديثا عن الخدمة الحسينية، كيف شاهدتها، كيف شاهدت الزيارة ونحن في أيامها الأولى ونشاهد هذه الجموع بفضل الله عز وجل تسير إلى أبي عبد الله الحسين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله الأجر لكافة أمة الإسلام والمسلمين وشيعة أمير المؤمنين بالمصاب أبي عبد الله الحسين وما جرى عليه وأهل بيته الكرام. نعم، من عام 2003 بدأت من هذا المكان خدمة نصب مواكب أولية بسيطة، كانت بوجود خيم أو شوادر مثل ما نسميها لتقديم الخدمة للزوار الكرام. كانت في بدايتها من بعد تغيير النظام، نعمة اللي كنا محرومين من عندها في زمن النظام السابق، وطورت هذه الخدمة والحمد لله والشكر. وعلى مر هذه 18 عام الماضية كان هذا المكسب الكبير والمهم جدا في حياة الإنسان، ألا وهو تقديم الخدمة وتوفير سبل الراحة لزوار أبي عبد الله القادمين من كل المحافظات وخصوصا محافظاتنا الجنوبية بمسير طويل وعلى طول الطريق من النجف إلى كربلاء. حقيقة خدمة الإمام عن طريق تقديم الخدمة إلى زواره فشرف عظيم، هذا نستلذ به وننتظره من عام إلى عام، وفيه الكثير من البركات والخير الذي نشاهده ونلمسه، وهنالك الكثير
من الآخرين ينتقدون هذا الموضوع ويعتبرون من السنن أو البدع ليس لها وجود أو توصية بها، لكن احنا ندعو لهم بالهداية في هذا الموضوع وأن يقدمون على تقديم الخدمات ويسيرون في هذه المواكب من حيث ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولو لاحظنا الآثار الإيجابية لزيارة الإمام الحسين زيارة الأربعين لوجدناها خير شاهد وخير دليل، لا نحتاج معه إلى رواية أو نص لإثبات أحقية هذه الزيارة وأهميتها. نعم، الآثار الإيجابية إزالة الخصومة فيما بين المتخاصمين اللي يلتقون هنا، من الآثار الإيجابية يعني طلبة المراد والشفاء لكثير من الأمراض لمن يعتقد بأهمية وشعيرة هذه الزيارة، من الآثار الإيجابية زيادة الربح المادي لأنها هي تجارة مع الله ورسوله، وهذا شيء ما من عند أي ما عليه أي شك. ومن الآثار الإيجابية الكثيرة صلة التراحم والالتقاء هنا، ومن الآثار الإيجابية توعية العالم الإسلامي بمظلومية الإمام الحسين التي جرت إخفاءها على مدى التاريخ عبر الحكام اللي كانوا يتوالون على إخفاء هذه المصيبة وما جرى على الإمام الحسين. وعلى هدى الحسين إن شاء الله سيهتدي الكثير عندما تظهر هذه المظلومية. جناب الشيخ شاكرين لك هذا الحديث الرائع والشيق والممتع، شكرا لكم وبارك الله بخدماتكم وبحديثكم الذي تفضلتم به. الله يبارك بكم وإن شاء الله كل سنة وكل عام احنا وياكم طيبين، ونتشرف بخدمة زوار الحسين، مو خدام الحسين، خدام زوار الحسين، وهذا شرف ما بعد شرف. شكرا جزيلا لكم. قم واسي زينب بالمصاب الدامي، وامسح بكفك مدمع الأيتام، فاليوم أطفال الحسين لكربلاء عادت تبث له عذاب الشام. جيت لمرقدك يا حسين، جيت بلهفة عن ناير، جيت وقبل جد مسير إلك الروح مشاير، تظل مثل النفس يا حسين تصعد تنزل وياي. سادة المشاهدين الكرام، في قلوبنا لوعة أن الزوار الذين يأتون من خارج العراق السنة الماضية وهذه السنة في الحقيقة لم نحظى بخدمتهم، وهذه اللوعة وجدناها في قلوب كل خدام الإمام الحسين الذين يخدمون في المواكب والذين يسيرون على الطريق. وسمعتم من خلال رسائلنا المتواصلة كيف أن الزوار يهدون لهم ثواب الخدمة والزيارة لأنهم حرموا من مسألة المجيء لزيارة أبي عبد الله الحسين، ولكن شاء الله عز وجل أن لا يحرمنا تماما من هذا الأمر. فنحن الآن مع زائر من زوار الإمام الحسين الذين قدموا من خارج العراق. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم وعظم الله أجوركم. سلمكم الله ورعاكم وعظم الله لكم الأجر وأثابكم الله. من أي مكان قدومكم؟ من المملكة العربية السعودية القطيف. كيف هي أحوال إخواننا في القطيف في السعودية؟ والله الحمد لله على كل حال، والحمد لله الذي جعلنا من زوار أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، وأسأل الله أن لا يحرم كل من يتمنى زيارته بأبيه وأمي، وهذا توفيق ما بعده توفيق، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنت جئت ومعك عائلتك للمسير إلى أبي عبد الله الحسين. أي نعم، الحمد لله، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، وبعد هي النية كانت موجودة من مع كل بداية موسم محرم أن تأتي لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، والحمد لله الذي بلغنا وأعطانا هذا التوفيق، يعني وصول إلى أبي عبد الله الحسين هو التوفيق بحد ذاته. أنا أرجو يعني كل من يرغب بزيارة الحسين أن لا يتردد، وإن كانت الظروف وإن لم تسمح الظروف، فإن الحسين يعلم ما في القلوب، بل يرى القلوب قبل وجوه قبل الأبصار. لعله هذه الزوار معظمهم العام الماضي لم يأتوا، ونحن كثير من الجماعة اللي موجودين يعني كانوا معانا اللي بغوا أن يزور الحسين سلام الله عليه في هذه السنة كانوا حسرة في قلبهم،
فكان يعني الشيء الوحيد اللي أقول لهم تمسكوا فيه هي النية، نية زيارة الحسين، وبالنيات ترزقون. والتسير سيكون من الإمام الحسين للزيارة. بلا شك سلام الله عليه. بودي أن أسألك، أنت تحمل معك هذه الراية على مسيرك إلى أبي عبد الله الحسين، سلام الله عليه، ما الغاية من حمل هذه؟ في البداية نحن نتأسى بمن أعطى الحسين لهم الراية ومع عاشوراء، حبيب بن مظاهر، مولاي أبي الفضل العباس سلام الله عليه، كل من حمل راية في يوم عاشوراء أنا أتمسك به، لعل هذه الراية كانت بنظرة من صاحب الزمان أن أحمل راية وأمشي في هذا الطريق. وبلا شك هو يرعانا ويرانا ويعلم أننا مشتاقون لرؤية الحسين سلام الله عليه، ولا بد من يعني من زوار الحسين أن تكون يعني لهم نظرة بأن الحسين وبأن صاحب الزمان يعني يريد أن يجعل شيعته من المتمسكين برايتهم سلام الله عليه. هذه راية أبي عبد الله الحسين. سادة المشاهدين الكرام، ضمن رسالتنا رسالة 40 لزيارة الإمام الحسين، في الحقيقة نحن على هذا الطريق نشاهد الكثير من الخدام والشخصيات التي تتواجد على هذا الطريق ولها تاريخ في خدمة الإمام الحسين. سنلتقي الآن مع أحد خدمة الإمام الحسين الذين لهم باع طويل في هذه الخدمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. الله يبارك فيكم ورحم الله والديكم، يعني على هاي الفرصة اللي نلتقي بيها، ويعني هذا طريق الحسين. أنا دائما أتحدث أقول هاي المسيرة العظيمة شوكة تدمي أعداء أهل البيت، ما نقول بس الحسين، أهل البيت عليهم السلام. وإحنا دائما يعني نريد يعني هاي القضايا أن تكون بشكل من ضمن توجيهات أهل البيت، يعني الأئمة عليهم السلام يوجهونا وإحنا نمتثل للأوامرهم، ونريد يعني شيعة أهل البيت أن يكونون بالصورة الواضحة على مسيرة الحسين عليه السلام. هو إجى وضحى بعائلته وأولاده، وهو بالذات أنه أتى للإصلاح والنهي عن المنكر والشيء الثاني الأمر بالمعروف. ذني إحنا نريد نطبقهن، يعني دائما نحكي ويا أبناء مدينتنا ويا الناس اللي وافدين، من نطلع إلى خارج مدينة النجف نلتقي يعني ويا ناس نحكي بالثقافة أهل البيت. أنا دائما كبار أهل النجف قربهم من أمير المؤمنين ومن الحوزة العلمية يضفي عليهم مسؤولية أخرى، وهي نشر الوعي الديني عند الناس. هاي رسالة، وأنا دائما أؤكد على خطباء المنبر الحسيني أن يكونون بالمستوى لثقافة المجتمع، يعني يوصلون هاي الرسالة، رسالة الإمام الحسين رسالته طغت على كل العالم، يعني هاي رسالة تكون تعم. فإحنا دائما ندعو يعني الناس اللي عندهم ثقافة المجتمع نقول أن يوصلون هاي الرسالة بشكل دقيق. سادة المشاهدين الكرام، مع زائر من زوار الإمام الحسين على طريق الأحرار، طريق أبي عبد الله، طريق العاشقين، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم. وكذلك عظم الله أجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على محمد وآل محمد. الحمد لله أولا الذي جعلنا من زوار الحسين بهذه المسيرة الحسينية العظيمة. شكرا لله الذي حقق أمنياتنا بالعطاء الدائم. نحن حقيقة محبين للحسين، والحسين عاهدنا منذ نعومة الحقيقة أظهارنا، يعني كانت آباؤنا وأجدادنا على هذا الطريق ونحن سائرون باتجاه الحسين عليه السلام. من أي مكان؟ أنا من الناصرية. من الناصرية. كم سنة وأنت تسير على هذا الطريق؟ والله أنا أجيت هاي السيرة لقيتها من أبوي وجدي وأمي هم حقيقة، وإحنا هذا الحقيقة يعني بدنا ميسري حب الحسين ومسيرة الحسين ودم الحسين في 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 الحقيقة في أجسادنا، فنحن محبين للحسين وسنبقى إن شاء الله على العهد على حب الحسين بهذه الطريق وبهذه المسيرة. كيف لاحظت مستوى الخدمات وكيف وجدت حجم الزيارة في هذه السنة؟ والله هي زيارة الحقيقة هذا عطاء متجدد، ودائما الناس الحقيقة
يعني بالتصاعد، والحمد لله الحقيقة هسه هذا الوباء شوية قلل، بس مع هذا أكو شوف الحقيقة خدمات وتوعية، والحقيقة يعني هذه المسيرة تعد عالميا، من العالم كله يشهد لها، يعني مو أحسن الله عليك. ماذا تريد من الإمام الحسين وأنت تقصده؟ أريد من الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني أولا إحنا مرتبطين بقضية الحسين، أريد يتجدد هذا العطاء، والحسين هو ثورة، أريد نجدد ثورة الحسين إن شاء الله، نقضي بيها على الظلمة وعلى الطغاة، وهي هذا منهج الحسين، خرج ليحرر الضعفاء والمساكين والمحتاجين، ونحن من الحقيقة من محبين الحسين، فإن شاء الله عهدنا مع الحسين باقي بالثورة ضد الإرهاب وضد الإرهاب الداعشي بالأساس. بارك الله بك، طيب الله أنفاسك، إن شاء الله سلامة الوصول. الله يبارك بك، وشكرا إليكم وعلى هذه القناة الموقرة، ونتمنى من الله دائما المزيد والتواصل مع زوار الحسين، شكرا لكم مرة. شكرا جزيلا، شكرا، طيب الله أنفاسك. إذن ليالي عظيمة يعيشها زوار أبي عبد الله الحسين، وكذلك الخدمة في المواكب وهم يخدمون، يواصلون الليلة بالنهار خدمة لزوار أبي عبد الله الحسين. هذه هي الرسالة التي أردنا أن ننقلها لكم سادة المشاهدين الكرام من خلال كاميرا قناة الإمام المهدي الفضائية، إلى أن ألتقيكم في رسائل مصورة أخرى إلى ذلك الوقت، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.